من كام يوم وكالة الفضاء المصرية أعلنت نجاح إطلاق القمر التجريبي نكسات واحد قبالة سواحل مدينة يانج يانج في جمهورية الصين الشعبية. هذا الإطلاق نجح وتم استقبال إشارات الأولية من القمر التجريبي من أول مرة بنجاح بمقر وكالة الفضاء المصرية. خلينا نتكلم عن القمر التجريبي وإيه الخطط والمشروعات اللي شغالين عليها في الوقت ده. وكالة الفضاء المصرية بينضم لنا دلوقتي عبر تطبيق زوم الدكتور هيثم مدحت مدير برنامج الأقمار التجريبية بوكالة الفضاء المصرية. صباح الخير يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح النور، أهلا وسهلا بيك. أهلا دكتور. في البداية لما نيجي نتكلم عن أهمية إطلاق القمر التجريبي نكسات 1، أولا القمر التجريبي نكسات 1 هو أول قمر خلينا نقول حصل. خلينا عذرا قبل ما نبتدي الكلام دكتور، أرجوك لو نوطي الصوت شوية بحيث إن احنا نعرف نسمعك كويس. أوكي تمام، شكرا. بالنسبة لنكسات 1 هو أول قمر يعني تجريبي خلينا نقول وطننا فيه نسبة التكنولوجيا في مصر، صناعة الفضاء في مصر أو الأقمار الصناعية بالحجم ده في مصر بنسبة كبيرة، وصلنا لنا 40%. فده بالنسبة لنا ده حدث مهم، لأن إحنا صناعة الفضاء يعني خلينا نقول هي الصناعة القادمة أو دي المستقبل. فإحنا فعلا في مصر نجحنا إن إحنا نحصل على 40% من التكنولوجيا عن طريق تصميم القمر في مصر، او التصميم المهمه بتاعه القمر في مصر، برمجيات العمليات بتاعته في مصر، اتعمل التجميع والاختبار بتاعه كامل في مصر ما عدا اختبار واحد، تم التنسيق للاطلاق بتاعه والتكامل مع صاروخ الاطلاق بواسطه المصريين طبعا ومن خلال مصر. فطبعا ده نسبه توطين عاليه جدا في الشريحه دي من الاقمار، وطبعا ده معناه ان مصر بدات خطوتها الاولى في صناعه الفضاء او صناعه الاقمار الصناعيه في مصر لاول مره يعني. طيب عشان المشاهد يفهم اكتر ابعاد الموضوع، ايه هي القيمه التنمويه من وراء اطلاق هذا القمر؟ طيب هو عامه يعني صناعه الفضاء بتخدم تكنولوجيات الكتير، يعني كل التكنولوجيز اللي موجوده دلوقتي، سواء يعني حضرتك المواطن العادي بيستخدم الاقمار تقريبا بشكل يومي، سواء اتصالات، نافيجيشن، التصوير ده تقريبا احنا يوميا بنجيب صور اقمار صناعيه، سواء للتعديات، حصر الاراضي الزراعيه، سواء النهر البحر والملاحه، يعني في تطبيقات كتير جدا الاقمار الصناعيه دلوقتي يوميا بشكل يومي كل الدول ومنها مصر طبعا بتعتمد عليها بشكل مباشر. الحاجات دي عامه احنا ما كانش عندنا الصناعه دي، فعاده بنستورد الصور دي او بناجر الخدمات دي. بعض الاقمار طبعا تم اطلاقها من دعم نايل سات الى مؤخرا اللي هو مصر سات ونكسات، دي تملكها مصر طبعا. فدي كانت الخطوه الاولى ان احنا نجيب تيرنكي او يعني خلينا نقول اقمار تسليم مفتاح، لغايه ما بدانا احنا بنعمل الصناعه دي وبعض الحاجات المغذيه فيها في مصر واحده واحده، لغايه ما نوصل لنسبه التوطين المستهدف بتاعها 60% ان شاء الله، ان يبقى من المنتج ده او الاقمار بتتصنع في مصر. طبعا بالاضافه الى عائد اللي هو خلينا نقول التنميه المستدامه او التكنولوجيات اللي بنستخدمها يوميا، صناعة الفضاء هي الصناعة اللي هي خلينا نقول زي طفرة صناعة العربيات اللي حصلت في القرن الماضي، زي الموبايل والاي سي تي اللي حصلت في برضه في السنين الأخيرة، هي دي الطفرة اللي جاية. فوجود مصر أو تواجد مصنع، احنا عندنا اوريدي في الوكالة مصنع اللي هو الاي اي تي اللي هو تجميع واختبار الأقمار الصناعية في مصر فيما يقل عن 1 طن أو أقل من أقمار ال 1 طن. فده وجوده في مصر يعتبر من اكبر المراكز او المصانع خلينا نقول اللي موجوده في المنطقه، ده في حد ذاته معناه ان انا عندي صناعه، عندي اقدر اصنع للغير، اقدر اصنع لمصر بعد كده الحاجات دي، اللي بدل ما اشتري القمر من بره. عظيم جدا يا فندم، الصناعه دي جديده في مصر، ده خلينا نسال حضرتك مستوانا ايه مقارنه بالدول اللي ليها باع في هذه الصناعه؟ طيب هي طبعا الصناعه دي مش كل الناس يعني مش كل الدول داخله فيها، هو في صراع دلوقتي على المشاركه في هذه الصناعة طبعا، يعني في دول كتير صاعدة عايزة تخش في المجال، بس هي مصر يعني خلينا نقول احنا بادئين من فترة، احنا بقى لنا أكتر من خلينا نقول آخر برنامج احنا عملنا ثلاث برامج، ده الثالث اللي نجح الحمد لله اللي هو من سنة 2000. فاحنا لا احنا كويسين، احنا وصلنا 40% في أقمار المايكرو ساتلايت، واصلين بنسبة 15% في الأقمار الميني الأكبر منها، الأقمار الأصغر وصلنا 60% فيها كمان. فقصدي لا احنا عندنا تكنولوجي حقيقيه في مصر عظيم. في هذا المجال وعندنا مصنع حقيقي موجود في مصر لتصنيع الاقمار الصناعيه. طيب ما دام بنتكلم على التكنولوجي بصفه عامه، ازاي احنا شغالين على تطوير الانظمه الفضائيه اللي موجوده بالفعل للاقمار الصناعيه، ازاي بنقدر نستثمر فيها ونحاول نطورها؟
طيب هو احنا يعني خلينا نقول نكسات ده اللي هو اول واحد نبدا نخش جوه الانظمه الفرعيه بتاعته، يعني خلينا الصناعات المغذيه خلينا نسميها كده. الانظمه الفرعيه دي عباره عن صناعات مغذيه للقمر، احنا اوريدي بنعمل القمر، لا بنعمل كمان اللي جواه. فاحنا اوريدي في برنامج راننج في الوكاله، او يعني البرنامج الاقمار التجريبيه ده الهدف منه ان انا واحده واحده ابدا اصنع مكونات في مصر، طبعا بالتعاون مع المصانع والشركات القطاع الخاص او الحكومي اللي بتنتج الحاجات القريبه منها او الحاجات اللي زيها اللي هي ممكن تساعد في الصناعات المغذيه، زي ما نعمل مثلا في عربيات، في صناعات مغذيه للعربيات، في برضه للاقمار الصناعيه. مستهدف ان احنا ممكن خلال السنتين الثلاثه التانيين نوصل بالحجم الاقمار دي اللي هو المايكرو ساتلايت 60% من الصناعه بتاعتها، والاقمار الاكبر ده احد الاهداف الاكبر برضه للوكاله، ان احنا عايزين نطلع من 15% خلينا نقول ممكن نوصل 30 او 35 الى ان نصل الى برضه 60% للاقمار اللي هي الحجم الاكبر يعني. كويس عظيم، الارقام دي تخلينا نسال حضرتك عن الخطط والمشروعات اللي بتشتغل عليها وكاله الفضاء المصريه. هي وكاله الفضاء احنا الهدف يعني احنا في اثنين تارجت او اثنين هدف بنحاول نحققهم دايما، اولا خدمه المباشر لتنميه الدوله اللي هي سواء الصور او التكنولوجيات اللي بتعود بالمواطن مباشره، سواء الحصر المحاصيل الزراعيه، التعديات، البحر وما الى ذلك. في نفس الوقت لازم يكون في نوع من توطين التكنولوجيا، يعني القمرين اللي اطلقوا سواء نكسات او مصرات اثنين اللي طلعوا فيهم نسبه تكنولوجيا يعني تكنولوجيه مكون مصري موجود على القمرين. الهدف ان المستهدف ده هيزيد خلال في برنامج طموح خلينا نقول خلال الثلاث سنين اللي جايه ان احنا نطلع منظومه اقمار صناعيه نسبه المشاركه المصريه اكبر مع شريك طبعا اجنبي جراديولي او بالتدريج، يعني ان احنا نوصل للمستهدفات اللي احنا بنتكلم عليها في نفس الوقت نغطي احتياجات مصر من الصور الفضائيه، وان شاء الله بعد كده تطبيقات ان شاء اخرى زي الله. الاتصالات او غيرها. شكرا جزيلا دكتور هيثم مدحت مدير برنامج الاقمار التجريبيه بوكاله الفضاء المصريه.